مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون في كل مكان. لسه مستمرين معاكم في تغطية مهرجان العالمين في نسخته الثانية. المهرجان بيضم أنشطة ترفيهية وبطولات رياضية، سينما، مسرح، أنشطة ثقافية كتير. كل الحاجات دي بجانب خدمة صحية متميزة أطلقها النهاردة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة شارع الصحة. الشارع ده بيقدم كل الخدمات الصحية للمواطنين والمصيفين كمان. خلونا مستمرين معاكم في التغطية عشان نعرف أكتر عن المهرجان.